طبعا مستمعينا، تحرص وزارة التسامح والتعايش على تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الشباب العربي عشان يكونون مؤثرين وسفراء التسامح عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عشان يعبرون عن آرائهم وعن أفكارهم حول التعايش والأخوة الإنسانية واحترام الآخرين، تقبل الاختلاف وغيرها من القيم الإنسانية اللي تحفز البشر على التعاون ومواجهة التطرف والتعصب بصورة كافة. قبل كم يوم شارك 50 شاب من الإمارات ومختلف الدول العربية في دورة تدريبية متخصصة عبر الاتصال المرئي لخريجي برنامج فرسان التسامح. هذا طبعا نظمتها وزارة التسامح والتعايش بارحة أمس بالتعاون ويا فيسبوك وإنستغرام للخريجين عشان يكونون سفراء للتسامح على منصات التواصل الاجتماعي. بنعرف أكثر عن برنامج فرسان التسامح الحينة ويضيفنا الأستاذ ياسر القرقاوي مدير إدارة البرامج والشراكات في وزارة التسامح. حياك الله أستاذ ياسر. الله يحييك وسلمت إن شاء الله يطول بعمرك أستاذ أمل، وشكرا للاستضافة حقيقة والتواصل الدائم معنا نحن في وزارة التسامح. هذا واجب أستاذ ياسر، ونحن نشكركم على تواصلكم السريع والاستجابة السريعة الدائمة في البرنامج. في البداية أستاذ أحب أتكلم شوي عن وزارة التسامح اللي هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن عقب السنة اللي طافت شو هي الرؤية الجديدة لوزارة التسامح؟ طبعا كل يعلم التشكيل الحكومي الأخير اللي قام فيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه في تغيير ودمج مجموعة من الوزارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة. وزارة التسامح الحمد لله نحن كان عندنا أو كنا محظوظين بأن يعني على المسمى اللي هي أو تغير المسمى من فقط وزارة التسامح إلى وزارة التسامح والتعايش. طبعا كلمة التعايش اللي هي تفسر الكثير من اللبس اللي صار عند يعني مجموعة من الناس. الحمد لله يعني ونفتخر بهذا الموضوع دائما أن دولة الإمارات هي اليوم نموذج لي يعني الدولة المتطورة التي ليست فقط تهتم بالاقتصاد والبنيان ويعني أمور الحياة العادية، بل بالعكس يعني نضيف عليها أستاذ أمل موضوع القيم العليا اللي هي المهمة عند المجتمع. يعني الإنسان من غير قيمة حقيقة لا قيمة، من غير قيم لا قيمة له. فالقيم الحمد لله اللي هي قيم التسامح اللي نحن ما أخذينها طبعا دائما من يعني نكرر هذه الكلمة من الدين الإسلام الحنيف ومن سنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وطبعا وبعدها نأتي عند الأشياء المشتركة ما بين الناس من يعني الأشياء المتعارف عليها يعني في 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 موضوع يعني القيم العليا الكل طبعا يشترك فيها في كبشر. الحمد لله رب العالمين. أستاذ ياسر خبرنا شوي عن برنامج فرسان التسامح وشو أهدافه. نعم، برنامج فرسان التسامح بدأنا في هذا البرنامج في عام 2018. البرنامج عبارة كان يعني كان طبعا قبل سنتين يختلف عنها اليوم. كان في عام 2018 أول ما بدأنا عبارة عن ورشة مدة 3 أيام، ورشة تدريبية تأهيلية للشباب مخصصة فقط للشباب، واللي يتخرجون من هذه الورشة بعد 3 أيام نحن نبدأ نعطيهم شهادات تكريم لي يعني طبعا حضورهم لهذه الورشة لمدتها 3 أيام 8 ساعات يوميا، يعني شغل أو جهد مكثف حقيقة. جميل. بعد هذه الورشة تبدأ عندهم مجموعة من المهام. الآن خلال هذه الورشة اللي هي مدتها 3 أيام يكتسب فيه المشاركين في هذه الـ يعني في برنامج فرسان التسامح أول شغلة مجموعة من المهارات في التواصل الإيجابي الفعال طبعا مع المجتمع، مع أقرانهم من الشباب، مع كيف الواحد فينا يكون فعلا متواصل مو فقط في الحياة يعني العادية أو في نسميه نحن أسلوب الحياة العادية لايف ستايل، لا بنضيف عليها أيضا في التواصل الاجتماعي كيف أنا يعني أستخدم هذه المنصات بشكل جيد ومهم وفعال وإيجابي في نفس الوقت. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا اللي هي طبعا توظيف مفاتيح التسامح. عندنا نحن مجموعة مفاتيح التسامح بذكرها على السريع، هم 6: التعاطف، التعارف، العمل الجماعي، المرونة، الحوار، وحل النزاعات. هذه النقاط لازم كل واحد فينا يعرف تماما ليش نحن مثلا نتحدث عن موضوع
العمل الجماعي، وهذا الشيء طبعا اللي عودتنا عليه الإمارات العربية المتحدة، أن نحن كنا نشتغل في منظومة واحدة. يعني مثلا تخيل أن كل هالبرنامج اللي نحن نسويه حقيقة ما لن يصل إلى الناس لولا يعني استضافة إذاعة جميلة أو برنامج للشباب رأي عن طريق يعني إذاعة الأولى. هذا هاي الأشياء كلها شو تخدم، تعطينا نحن التكامل في 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 هذه يعني الأشياء اللي نقوم فيها. فهي في النهاية عبارة عن تمكين وتأهيل الشباب في نشر قيم التسامح بطاقة إيجابية مهمة ومحببة وبسيطة وايد، يعني تعرفين بهذه الروح. الآن في فترة جائحة كورونا يعني الكل يذكر أنه يعني كان مطلوب عندنا أو من كل الناس أنه يعني التزموا منازلكم وظلوا في البيوت، فطبعا احنا غيرنا البرامج على طول وغيرناها إلى يعني غيرناها بمبادرة مختلفة إلى مسمى جديد اللي هو تسامح بلا حدود. تسامح بلا حدود أن حولنا كل الدورات والورش اللي هي كانت موجودة عندنا نحن بشكل يعني فيزيائي، لازم كنا نحن نتجمع في مكان في حضور وانصراف، إلى دورات أونلاين أو عن بعد. فالحمد لله الجديد في فرسان التسامح في 2020 أنها تحول هذا البرنامج إلى برنامج أونلاين، وطبعا بلا حدود. لذلك أخذنا البعد العربي، والآن إن شاء الله قريب بنأخذ البعد العالمي. البعد العربي بمعنى كنا نحن ننسق مع الشباب العربي الموجودين، سواء الموجودين في دولة الإمارات أو من بلدانهم. يعني مثلا بذكر بعض الدول، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجزائر، تونس، العراق، سوريا، هذول كلهم الحمد لله شبابهم تفاعلوا معنا تفاعل كثير ممتاز في يعني هذه البرامج اللي نحن أطلقناها أونلاين ومستمرين فيها. أستاذ أمل، إن شاء الله الله يقويكم. أستاذ ياسر، شو كان تجاوب الشباب ويا هاي الدورة؟ والله تجاوب يعني شو أقول لك، أول شغلة أحب أقول أن ردود الأفعال كانت ممتازة، لدرجة أن الطلبات أو الضغط عن يعني صاير على وزارة التسامح هذه اليومين فوق طاقتنا حقيقة. ونحن طبعا ما نستوعب هذه المسائل في الفترة القريبة جدا، وهذا إن دل على شيء، دل على أن اللي كانوا موجودين معنا أو اللي تخرجوا من هذه اللي هو الأونلاين كورس أو الدورات هذه عن بعد، أن فعلا نشروا يعني في مجتمعاتهم في دولهم، بالإضافة حتى يعني في المجتمعات المختلفة اللي في دولة الإمارات. دولة الإمارات ليست مجتمع واحد، اليوم أنت عندك مجموعة من الجاليات المختلفة، وطبعا شبابهم اللي موجودين يعني أو اللي يعيشون بين يعني إخوة وأخوات من الوطن العربي، الكل بدأ ينشر أن تعالوا عندنا وزارة في الإمارات، هذه الوزارة مقدم دورات مهمة في يعني قيم التسامح. ومن ذلك طبعا من هاي من المخرجات أخي أمل، أن نحن طلعنا بمجموعة مسابقات مع مؤسسات مهمة، وفي يعني المسابقة اللي هي الآن لا زالت شغالة لغاية يعني بعد يومين بنسكر إن شاء الله باب المشاركة فيها، اللي هي مسابقة بالتعاون مع تويتر، مع شركة تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللي هو بين قوسين الوطن العربي، بعنوان غرد للتسامح، اللي هو الهاشتاغ غرد للتسامح. أي واحد من الشباب أو الشابات اللي يسمعونا الحين عن طريق برنامجكم الجميل برنامج الشباب رأي، ممكن يدخلون في تويتر يكتبون بس غرد للتسامح ويشوفون المتسابقين وطبعا تغريداتهم في هذا الجانب. قدمنا مؤخرا ورشة بالتعاون مع شركة فيسبوك اللي هي طبعا موجودة عندهم مكتب إقليمي في دولة الإمارات، وقدموا ورشة لفرسان التسامح، أن كيف الواحد فينا أو فيكم أنتوا يا فرساننا ويا فارساتنا يستخدمون منصة الفيسبوك بشكل إيجابي ومهم، وأيضا بتفاعل قوي جدا مع طبعا الأصدقاء اللي هم الفيسبوكيين إن صح التعبير. ورجعنا بعدها، شوفي السلسلة اللي صايرة معنا نحن في وزارة التسامح، اتفقنا مع يعني الانستغرام ايضا ان يقدمونا ورشه اونلاين، وفعلا تقدمت لفرسان التسامح العرب يعني على مستوى الوطن العربي يعني بالتعاون ويانا نحن، يعني المنصه كانت منصه وزاره التسامح. ففي شخص تحدث من الانستغرام عن اهم النقاط اللي هي تخلي الناس يتفاعلون معاكم يا شباب عن طريق الانستغرام، يعني مثلا
على سبيل المثال وليس الحصر، أن لا تزيدون عدد الهاشتاغات وايد، خلوها 5، لأن إذا زادت المتابع ما راح يقرأها أكثر. الجملة التفصيلية أو التعبيرية أو التوصيف، يعني جملة التوصيف للصورة أو الفيديو اللي تنزلونها دائما خلوها مختصرة قريبة بلغة يفهمها الجميع بهالمعنى. فهي يعني ورشة بعد ورشة بعد دورة الحمد لله، وكلها أونلاين، كلها عن بعد، وفيها تفاعل من الكل. يعني حتى الفرسان الآن نحن بالنسبة لنا صار عندنا نحن مجتمع، يعني مثل أصدقاء صاروا صديقات في هذا الجانب، أن الكل يعني بالروح الأخوي يشتغلون مع بعض لنشر هذه القيم. وطبعا الكل يعلم بأن هذا هو التعايش الذي يعني تطمح لدولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله أستاذ ياسر، نقاط جدا مفيدة جدا مهمة ما شاء الله، تويتر فيسبوك والإنستغرام، لكن شو عن خططكم الجاية؟ الخطط يعني كثيرة، وبعطيك خبر خاص بالنسبة لشبابنا وخاص لبرنامج للشباب رأي. غدا صباحا، وهذه أول مرة الحين أنا أتحدث عنها، يوم الثلاثاء تاريخ 14 يوليو 2020، معالي الشيخ نهيان بن مبارك الله يحفظه وزير التسامح والتعايش شخصيا بيشرف طبعا عن بعد على توقيع مذكرة تفاهم ما بيننا نحن وزارة التسامح والاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، اللي هو كل الشباب والشابات اللي عندهم طبعا الأجهزة الإلكترونية اللوحية أو البلاي ستيشن أو النينتندو أو غيرها، في هذيل عندهم اتحاد عالم لهذه الرياضات الإلكترونية، وبيكون التوقيع مع الرئيس التنفيذي اللي هو في المجر في العاصمة بودابست، ويعني هو بيوقع من هناك، ومن عندنا نحن سعادة عفراء الصابري اللي هي مدير عام مكتب معالي الوزير هي بتوقع أيضا، يعني بمعنى التوقيع بيكون عن بعد بينه، وبيصير هذا إن شاء الله هاي الموجة الجاية أختي الكريمة في يعني إن كيف تكون قيم التسامح، حتى اختيار اللاعبين والفوز والكذا وتصميم الألعاب الإلكترونية اللي هي المختصة أو الموجهة لشبابنا، أن تكون كلها فيها قيم التسامح، وما ونبتعد عن يعني مثلاً أي فكر أو سياسة. أحيانًا تكون في سياسة معينة في لعبة معينة، بس هذه السياسة اللي يشوفها أو يحسها أو يمارسها يحس إن فيها شوية اضطهاد أو فيها يعني ما فيها عمل جماعي، ما فيها حوار جيد. لا قدر الله إذا صار في نزاع كيف الواحد يحل النزاع؟ يعني بمعنى مو بكل شيء تأخذ بالقوة، مو بكل شيء توصل بالقوة، لا، في أشياء يعني تأخذها بالذكاء بالذكاء العاطفي، بحل النزاعات بشكل سلمي، يعني بهالأشياء أن الواحد يحصل سكور على طرق أخرى غير اللي استخدام القوة والعنف والعنصرية أو التكتل أو غيرها. وطبعا في نفس الوقت يعطي المرونة والتعاطف والتعارف، كل هذه الأشياء يعني بتكون إن شاء الله موجودة. هاي طبعا أرجع أقول لك هذه أول الغيث قطرة. في نفس الوقت بيكون عندنا إن شاء الله سمر كامب في يعني طول السمر كامب إن صح التعبير، اللي هو المخيم الصيفي للتسامح. نعم، هذا بنبتدي فيه من يوم الأحد المقبل بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم. هاي بالنسبة للناشئين، شبابنا الناشئين في يعني اللي هم طبعا تخرجوا من المدارس بروح عالية ودرجات عالية، بنشتغل معهم إن شاء الله أيضا عن بعد. أستاذ ياسر يعني صراحة أفكار غاوية ومهمة وايد، عجبتني فكرة الرياضات الإلكترونية. يعني نقدر حتى أن نحن نستخدم هذا الشيء بطريقة إيجابية وايد وايد مهم، ويأثر في شبابنا اليوم، وشيء يعني يمكن معظمنا من الشباب مهتمين في هاي الرياضات، فمهم أن نحن نحاول ننقله لطريقة إيجابية ونستفيد منه أكثر من ما هو يعني يكون مضر للصحة العقلية والصحة النفسية للشخص. أستاذ ياسر، قبل ما نختم ياك، لو تخبرنا شكال نقدر نتابعكم ومنصاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، أقول للشباب المستمعين لهذا البرنامج الجميل، برنامج الشباب رأي، باختصار إذا تحبون تتابعون وزارة التسامح والتعايش وطبعا الأنشطة المختلفة فيها، الحسابات الموجودة عندنا نحن على منصات التواصل الاجتماعي كلها بعنوان واحد، UAE Tolerance، UAE اللي اختصار دولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الإنجليزية UAE، وبعدها كلمة tolerance الكلمة كاملة اللي هي تسامح.
فهذا باختصار. أما إذا الواحد يشوف والله صعب إن سجله ويمكن يسوق السيارة أو شيء، أقول له يوم ترجع ادخلوا على الجوجل، من الجوجل اكتبوا وزارة التسامح بيلقون الموقع الخاص فينا نحن، الويب سايت، من الويب سايت فيه كل يعني اللينكات سواء فيسبوك انستغرام تويتر أو غيرها من المنصات المختلفة. وحياهم الله، ونحن يعني قلوبنا قبل يعني الأبواب الإلكترونية هذه مفتوحة للجميع. ما تقصرون أستاذ ياسر القرقاوي، دائما يسعدني تواجدك ويانا في البرنامج، وتسعدنا هالمبادرات والبرامج الغاوية اللي تفيد الشباب وتفيد المجتمع كله. حقيقة شرف لنا نحن، وأنقل لكل مستمعينا من الشباب والشابات ويعني الرائعة الأخت أمل ملة والأستاذ المخرج وكل القائمين على هذه الإذاعة الجميلة الهادفة حقيقة. تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك عن نهيان وزير التسامح والتعايش للجميع. شكرا لك. ما تقصر أستاذ ياسر، أشكرك، الله يحبك إن شاء الله. حياكم الله، يحفظكم.